اودو برحب فيكم مشاهدينا من وين ما اخترتوا انكم تابعونا بحلقه يوم الجمعه من اون تايم مع الموعد. برجع بذكركم نحن هلا مباشر اون فيسبوك، اكيد فيكم تكونوا عم تابعونا. بهيدي الفقره رح يكون معي نسين شمس، مصممه ازياء صديقه للبيئه والتنميه المستدامه، لنحكي اكثر عن هذا الموضوع فعلا انترستينج. برحب فيك معنا نسين، اهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا على الاستضافه. قبل ما احكي اكثر عن عالم تصميم الازياء الصديق للبيئه، موضوع جدا لافت، خبرينا اكثر كيف بلشتي مع عالم تصميم الازياء ان جنرال بشكل عام؟ واقع الطفوله يعني البدايات كانت باحتضان الاهل للافكار يمكن الغريبه شوي والمش متعودين يمكن عليها. كانت البدايه بخوضي تجربة كتير حلوة، هي خوضي لبرنامج استوديو الفن. نعم صحيح، بس قبلها يعني كان عندي هيدي التالنت، والأهل أكيد والمدرسة لعبوا دور لحتى تنمي هيدي الموهبة عندي. شو اللي ألهمك اليوم نسين لتفوتي بهذا المجال؟ يعني هل كان في تريجر معين، هيك تويست بلشت بطفولتك، كان في شيء كنت تهتمي بالأزياء، تحبي تلبسي، تحبي تلبسي غيرك، شو اللي ألهمك لهذا المجال؟ لطالما كان عندي شغف لحتى أعطي مجتمعي يمكن أدد فاليو، مش بس نكون صورة، نكون في لمسات، حبيت تعملي فرق. وافكار جديده يمكن. هيدا اللي انذكر حتى ببرنامج استوديو الفن. انه هالصبيه يمكن ما عملت كوبي عن حدا، بس عملت يمكن نوعا ما شيء عن فكره جديده وفكره مش معتاده عليها. صح. فوقتها كمان يعني نصحوني لجنه الحكم اللي هن رواد من رواد مجتمعنا بالثقافه والفن، نصحوني انه حول هالماتيريالز اللي انا استعملتها اللي هي قشور البذر او الخيطان الجنفيز او حتى يعني في ماتيريالز ما كانت معتاده تنشاف، حولتها على ملابس للمسرح. فنصحوني انه كفي بهذا المجال. نعم. بس بطريقه تنلبس او طريقه يستفيد منها المجتمع. نعم. بما انه عم نحكي عن استوديو الفن، هيك وصفي لنا تجربتك كيف كانت؟ كانت جدا رائعة. نشوف هلا صورك باستوديو الفن مع الراحل اكيد الاستاذ سيمو اسمر. نعم. كانت بصمه يعني بحياتي، وكان هذا البرنامج ينطروه كل الناس. نعم. يعني والفئات المتنوعه بهذا البرنامج بمضمونه وبمواهبه، كان يعني في تاريخ من الفكر والفن. نعم. وبتنمي عندك حس المسؤوليه لحتى تعطي الافضل. صحيح. بهذه المسابقه. نعم اكيد علمتك كثير وتركت فيك اثر كبير. اكيد مسابقتك او مشاركتك باستوديو الفن قوتك واطلقتك. اليوم حضرتك درست بالمركز العالي للخياطه، كيف ساهمت وكذا مؤسسه اخرى، كيف ساهمت هالمؤسسات اذا فينا نقول لنسرين بتطوير وتثقيل موهبتك؟ ساهمت كثير، لانه عم تتعلمي مش بس الاساسات، عم تتعلمي طرق قديمه بس بقالب حديث. هلا انا درست عند رهبات الفرانسيس كين لفتره سنتين. نعم. وفي قول بيقول الذي لا ينظر الى الواقع بعين الماضي لا يمكنه ان يبني حاضرا ومستقبلا. صحيح. فهذا الباز القوي اللي يعني درسته وانطلقت منه ان كان برهبات الفرانسيس كين او فيما بعد مع اسموت بيروت. صحيح. هيدا كان الخميره يعني مثل ما بيقولوا للنشاطات اللي هو اللي حضرك وحضرني. نعم. لحتى اعطي يمكن بعد اكثر واكثر. نعم. نسين حضرتك يعني باجواء الفن هيك بعدنا عم نحكي، بس حضرتك كمان اذا فينا نقول تعلمتي نحت المجوهرات، كمان عندك تجربه مع نحت المجوهرات، خبرينا اكثر عن هيدي التجربه اللي تعلمتيها بالجامعه اليسوعيه. هيدي التجربة أتت من بعد ما خلصت فاشن ديزاين وباترن ميكينج. مترابطين مع بعض. ايه مترابطين. نعم. أكيد عالم عالم الفن هو واسع كتير وشامل، واتنيناتهم إذا ما عندك الحس الفني أو هيك الشغف. صح.
صحيح. ما بتستمر. اكيد اكيد. فنحت المجوهرات كثير ماده يمكن بفكروها الناس بعد صلبه، انما هي جدا بتعلمك على الليونه وكيف تتعاملي مع الشمع، ان كان الشمع العسلي او الشمع الازرق، كيف تتعاملي معه بدقية وحرفية حتى ما تكسري الرسمة اللي أنت رسمتيها. نعم. وترجع تروح على الصب بعدين. شغلتي بهذا المجال أو فضلتي أكثر تكوني عم تتفضلي مجال الأزياء؟ هلأ فضلت أكيد مجال اللي انطلقت منه. نعم. بس هي كمان يعني كتير فادتني. نعم. ك يعني حرفة نادرة يعني بيكملوا بعض كمان. بعض. نعم. صحيح. اطلقت مبادره الاتوليه المتنقل وريكرييت لبنان، ما هي الاهداف الاساسيه اذا فينا نقول لهيدي المبادرات اللي اطلقتيها اليوم نسرين؟ الاتوليه المتنقل هو مبادره تعليميه واستجابه لحاجات السوق. يعني نحن مرقنا بكثير ازمات، ان كان الازمات الاقتصاديه او حتى ازمه كورونا. الاتوليه المتنقل بلش زمان، يعني مش من متنقل. حسيت في مناطق ما في يعني ما عم فيهم اذا فينا نقول يطبقوا الفن، او في مواهب هيك نايمه ببعض المناطق، ليش متنقل تحديدا؟ متنقل لانه وقت كورونا كان من الصعوبه جدا انه يجوا الطلاب لعنا. نعم. وكان في بعض المدارس عاملين يعني هيك مثل حمايه خاصه لا الطلاب ولا حتى كمان نحن كمدرسين او. نعم. مدربين لهالماده. نعم. فتنقلنا اكيد بالتعاون مع جمعيات عديده، منهم Education Planet Association. نعم. ومنهم جمعيه سبت بعلبك الثقافي. نعم. لحتى كمان نزور مدارس رسميه، مدارس بجنوب بالبقع، حتى نظمنا يعني عده مبادرات بلشت فردية ولكن التعاون. أنا عم حضرت لك كنت سؤال عن التعاون مع هالجمعيات أبرزهم Education Planet Association، خبرينا كيف كان هذا التعاون، أكيد مثمر خاصة بالفترة الماضية الصعبة اللي قطعنا فيها، اللي كان مفروض الكل يكون عم يتعاون مع بعضه ليوصل. صحيح. لنتيجة. هو التعاون استمر تقريبا لمدة 3 سنوات وبعده. نعم. لحديت هلا مستمر. نعم. ناطرين الوضع اكيد بالجنوب لحتى كمان على امل اكيد على امل. نعم. انه نرجع نكفي، وحتى كمان بمناطق البقاع يعني كان في مبادرات جدا مهمه تستمر، لانه. نعم. بلشنا نحن بورش تدريبيه للاطفال. نعم. للنساء، وكان في تعاون بيننا وبين بلديات عده، يعني ان كان من بلديه بعلبك او حتى من بلديات بالاقليم او حتى بكل المناطق، يعني. نعم. عم بتلاقي انه استجابه والناس متعطشه لحتى تعطي ولادها شيء مفيد. صحيح. وات ابوت ريكرييت لبنان، يعني حكينا اكثر عن الاتوليه المتنقل، خبرينا اكثر عن هذه المبادره، شو هي، شو بتتضمن؟ ريكرييت دوت لبنان هي بيج خاصه. نعم. انبثقت من الاتوليه المتنقل. ولكن نحن عم نعمل على تطوير هالبراند لتصير جامعه كل هالمواهب اللي احتضنتها من 2000 تقريبا و20. نعم. لليوم، لحتى هيك هالنساء بالارياف يكونوا عندهم ماركت لهم، او حتى يكونوا بيعرفوا شو ممكن المصادر اللي ياخذوها من هال يعني من هالبليس هو. نعم. الاتوليه، يعني الاتوليه المتنقل اصبح مبادره، وان شاء الله يعني لبعدين اكيد رح يكون في تعاون كمان اكثر واكثر مع عده جمعيات او مع عده مجتمعات غيوره على بلدها لحتى نقدر ننهض مع بعض. اكيد. اليوم بنجي لموضوعنا الاساسي، الموضه او الازياء الصديقه للبيئه، أو اللي بتساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتنمية المستدامة. عارفينا أكثر شو بتكون هذه الأذواق الأزياء، من شو مكونة؟ الأزياء المستدامة هي بعكس كل شيء عم نشوفه اليوم من. نعم. استهلاكنا السريع للأزياء، وهي عكس يعني الصورة النمطية يمكن اللي تعودوا عليها الناس. ملابسنا يعني دائما هي صورة عنا. عم نشوف بعض الأزياء اللي قطعت، هيدي كمان من ضمن تصاميمك الصديقة للبيئة، صحيح؟ صحيح صحيح. نعم.
هي وقت يمكن التخرج كمان كان وقت الدريسز كمان اب سايكل دريسز. هي مش بس اعاده احياء الالبسه، هي كمان اعاده استخدام الالبسه بطريقه صح وطريقه معالجتها بتكون حتى يعني بطريقه كمان صديقه للبيئه. نعم، اليوم شو هي الخطوات اللي بتتخذيها نسرين لتكون كل تصاميمك صديقه للبيئه؟ خبرينا من ناحيه الفابريكس، ناحيه اذا فينا نقول الادوات اللي بتستخدميها. صحيح، هلا هي بتبلش من الفرز. نعم. يعني فرز الاقمشه عن بعضها، لانه في اقمشه حتى طريقه توضيبها وطريقه كمان تهوئتها بتختلف. نعم. عن بعضها. طريقة صناعة الألبسة المستدامة يمكن شوي مصطلح الناس يمكن هلأ صارت تتداول فيه، قبل كانت موجودة على أيام يعني أهالينا وأيام جدودنا، يعني تبقى يجددوا الملابس من صحيح. أي شيء من أي شيء موجود، من أي مادة متوفرة. هي الصورة اللي سبق وشفتوها هي بقصر شحيم التراثي الروماني لفرقة كمان مدرسة الإقليم اللي مثلوا لبنان بمهرجان أنطاليا. nice. ومية بالمية كانت الفابريكس هني أبسايكلد، يعني حلو. من وردة، من كتير محلات أقمشة عم بيساندوا المصممين وبيعطوهم أقمشة لحتى يقدروا يصنعوا أزياء مستدامة. نعم، اليوم نسينا مجال الأزياء الصديقة للبيئة اللي بيحافظ على البيئة، اللي بيساهم إذا قلنا بالتنمية المستدامة، قديش بيواجه تحديات؟ شو التحديات اللي بتواجهها؟ أكيد بده مجهود أكثر من غيره من مجالات الأزياء. هلا من المعروف انه الازياء هي حاجه حياتيه وجماليه. نعم. ولكن نحن بحاجه لنعيش كمان ببيئه صحيه. صحيح. حتى على جسدنا، انه حلو نلبس شيء يكون صديق لنا ويكون نحس براحه. نعم. مش بس بالشكل، كمان حتى بالمضمون. فعم نحاول قدر الامكان ننشر هيدي ثقافة الوعي البيئي الفني. نعم. بالملابس لحتى انه نقدر ننهض سوا. هل مربحة؟ هل هي مربحة؟ هلا مقارنة بالازياء العادية ما بعتقد. لا صح؟ اكيد، لانه تكلفتها أكثر. صحيح صحيح، لانه تكلفة المعالجة، معالجة الاقمشة او اعادة تصميمها من اول وجديد والسورتينج للفابريكس ان كان مثلا بكل فئاته، بتحسي بده وقت. صحيح. حتى الايادي العامله اللي بدها تشتغل بهذا المجال يعني بدها تتمتع بنوعا ما من الصبر ومن كمان المعرفه بانواع الاقمشه. نعم. انواع الاقمشه الموجوده. نعم، اليوم انا عم نحكي عن اذا فينا نقول الازياء الصديقه للبيئه، حضرتك بتساهمي كمان بدعم النساء تحديدا المراه الريفيه وبتعززي دورها بالانتاج المستدام. صح. خبرينا اكثر كيف بتدعمي المراه. هلا دائما نحن بمجتمعاتنا بنكون متجددين. صحيح. فاخدين اكيد من الجيل اللي سبق وتجاربهم، فدورنا نحن ننقل هالصورة وهالمضمون اللي تعلمناه. نعم. ونضيف عليه الأشياء الحلوة. يعني دعم المرأة، نحن المرأة هي اللي لازم تزقف لحالها وتقول أنا قادرة أعمل فرق بحياتي وبحياة أطفالي، بحياة مجتمعي، بحياة هالعالم. ننظف هالعالم من يمكن البلاستيك، من البوليسترز، نرجع للطبيعة، نرجع للزراعة. في يعني في العصور من زمان، يعني تبقى الرومان يستعملوا الحبال من عنا، الفينيقية، الحبال من عنا، الرومان كانوا كمان المخازن، القمح كمان من بلادنا. فليش نحن الزراعة ما بنحمس إن كان المرأة أو الرجل يشتغلوا على التنمية. نعم. المستدامة بالزراعة لحتى يصير عندنا نحن يمكن مواد أولية خام نقدر نصنع نحن الأقمشة حتى. يعني هيدا يمكن بنكون ساهمنا أنه المرأة الريفية تبقى بالريف، ما تنزح على المدينة، وكمان بتكون عم تعمل شغل رائع بطبيعة أرضها. نعم، اليوم حضرتك بالإضافة لأعمالك كلهم إذا فينا نقول تحت عنوان الفن، بتشاركي كمان بالعديد من اللجان الثقافية والتراثية، خبرينا أكثر عن هالمشاركات. إلي الشرف كان كون بلجنة التراث. نعم. والفنون بحلقة الحوار الثقافي. نعم. وكمان بجمعية تيرو للفنون مع المسرح الوطني اللبناني.
اللي عن جد أثبت يعني خلال هالأزمات اللي عم نعيش فيها إنه قادرين نحن ننهض بحالة فنية عم نحارب يمكن فيها لحتى نقدر نوصل صوت الحياة على صوت الموت. نعم. وإن شاء الله على أمل إنه تبقى هيدي المحاولات مش مؤقتة، ضل دائما وتنتشر هيك ثقافة يمكن السلام والعيش بهدوء. نعم. اليوم نسرين، كيف بتشوف مستقبل عالم الأزياء؟ إذا فينا نقول هل كلنا متجهين رايحين صوب الأزياء الصديقة للبيئة اللي بتساهم بالتنمية المستدامة، ماشيين على الخط الصحيح أو هيك ماشيين ببطء؟ هلا أكيد ماشيين ببطء. شو بينقصنا؟ بينقصنا بعد أكثر مبادرات ووعي وثقافة تبدأ من المدرسة، يعني المناهج التعليمية بلبنان للأسف بوقت كورونا لغوا حصة الفنون مثلا، كانت من زمان وزارة التربية اسمها وزارة الفنون، وزارة التربية والفنون الجميلة. نعم. فهيدي المادة أكيد يعني إذا بتنضاف للمنهج والوعي البيئي أو الفن البيئي أو كيف نصنع فن بيئي مستدام، من هو صغير الطفل بيتعود على حس المسؤولية. أنا عندي طلاب عمرهم 6 سنين بتوصل ل 17 سنة، يعني صرنا عمرهم 6 سنين هلأ صاروا عمرهم تقريبا 10 سنين أو 12 سنة، فعم يوعوا اهلهم بليز ما تكبوا هيدا الشيء، هيدا ممكن ندوره او نعمله دمى او نعمله اي شيء. ف يعني ما بيقولوا عن النمو هن وصغار، هيدي نقطه كثير اساسيه حتى فيما يخص الفنون، فيما يخص مختلف مجالات الحياه. اليوم شو بتعطي نصيحه لكل حدا عم بيشوفنا حابب يهوى مجال الازياء وحابب هيك يكون عم ياخذ لاين الصديق للبيئه، شو بتحب تقولي له انطلاقا من تجربتك؟ انطلاقا من تجربتي انا بنصحهم انه يبلشوا بالخياطه الصناعيه، يدربوا حالهم. يعني انا تدربت تقريبا فوق ال5 سنين وبحسهم بعدهم قليل، ولهلا بعدني عم بتعلم يمكن طرق جديده لحتى اطور شغلي وطور نظرتي لهيدا الموضوع. بنصحهم ما يوقفوا عند حدود معينه، دائما التعلم او عمليه التعليم مستمرة، يعني قد ما فيهم انه كمان يعني يستخدموا حتى بطريقة تنفيذهم للأزياء ماتيريالز تكون صديقة للبيئة. نعيد استعمال الورق المستعمل مثلا بالباترونات، يعني انا مثلا بالمعهد ما علمونا يمكن كيف نستفيد من الموارد الطبيعية الموجودة عندنا بالطبيعة. صحيح. يعني ياما بنلاقي دفاتر مكبوبة، ياما بنلاقي مثلا قماش بعده جديد من كب، في قصص كثير منسية واحد ما بيعرف، فينا نحولها لمادة هي أساس تكون للشغل صحيح. أنا بدي أشكرك على حضورك معنا اليوم نسرين شماس، وكل اللي بحب يتابع أعمالك خبرينا تواجدك على السوشيال ميديا، شو اسمك؟ ريكرييت لبنان، في لك أي اسم تاني أي براند تاني؟ لا إجمالا هلا الصفحة الأساسية هي ريكرييت دوت لبنان، وصفحتي الشخصية هي نسرين أندرسكور شماس. نعم أكيد فين يكونوا عم يتابعوك، ونحن بدنا نشكرك، بتمنى لك كل التوفيق بكل مشاريعك اللي اسمها لها كثير، الفنية الشاملة من الأزياء الصديقة للبيئة للمجوهرات كمان إذا بحال رجعتي لها، وصولا أكيد لمشاركتك باللجان الثقافية ولجان التراث، وبشكرك برجع على حضورك معنا اليوم. شكرا شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نحن رح نكون مع بريك، وزميلتي ريتا من بعدها رح تكون معكم.